كلمه للزمالك بعد التعادل مع سموحه؟ اداره النادي تبعد عن اداره الكوره يعني. ده اول حاجه. انا راجل اهلاوي والزمالك المفروض ان هو القطب الثاني في مصر، المفروض يعني على الورق المفروض ان هو يحسن من مستواه شويه، عشان مش كل ماتش كده يعني النتيجه مش هتبقى مظبوطه يعني. يلعبوا لاسم نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كبير قوي، اسم نادي الاهلي كبير قوي، فاحنا متفقدين قوي الحته ديت من حوالي 10 سنين. عايزين الاهلي والزمالك اقوى فرقتين في افريقيا زي زمان، محتاجين ان هم يعني يتدربوا اكتر من كده وما يبقاش في ضغوط عليهم من الناس اللي هي بتدربهم ولا من النادي ذات نفسه، تمام، عشان هم ايه يتحسنوا يعني يبداوا ايه يرجعوا زي الاول تاني. دي برجاله يعني. بص لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي بينزلوا الملعب بروح، بينزلوا بيموتوا نفسهم في الملعب. محتاجين ما يعملوش هاله للكابتن مصطفى محمد. هو كابتن مصطفى محمد مهاجم شرس، بس يعني خلاص بقى كفايه غرور وكفايه ان هم ينفخوا في اللعيبه شويه يعني. يعني هم كانوا ضاغطين وبيلعبوا كويس، بس سموحه برضو فريق مش ما يستهانش بيه، فريق محترم. دي حاجه حلوه للدوري المصري ان في جميع الفرق تبقى في منافسه بينهم، دي حاجه حلوه تكبر من كل الفرق.